هلا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم البروفا مع المهرجان كان شوي متاخر، نحكي بعدين. ما ارتاح اذا ما صور صادق. لازم شلون اشن ايدها لا كاشخ اليوم، كاشخ هذا طالع. وش طالع حلو اصلا اليوم. جينا الموقع المهرجان، هذا بصوف البطل بيت مرن على الشجرة، عادل وصادق بيجربون حركات. طبعا منتظرين احنا الادارة التنفيذية للمهرجان يجون لهنا حتى نتفق وياهم على مود نشوف الترتيب مع الستيج، الترتيب مع الاستعراض مالتنا، شو راح نبدي بيه، شو نبدي بيه، شنو اللي نحتاجه على الستيج، شنو الشغلات الإضافية، جزء سوون تصليحات يعني الستيج، حتى إن شاء الله يوم 24 نكون إحنا جاهزين. خلصنا البروفا وتحضرنا لها، وجو الشباب اتفقنا معهم اللي يديرون المهرجان، اتفقنا معهم على الستيج شلون راح يسووه، اللي هو هذا راح اسوي له صيانه حتى خلال المهرجان ما يصير مشاكل في الارضيه او شيء. المهم احنا خلصنا البروفا مالتنا وهسه راح نطلع. وبعد ما خلصنا لقاءنا الاول ويا الاداره راح نظل بانتظار الموعد الثاني حتى يصلحون الستيج ويكون جاهز. وبعد اسبوع من التحضيرات للمهرجان اجانا خبر من الاداره. طبعا خبر شويه مزعج، يعني الخبر انه الاداره التنفيذيه المهرجان مهرجان السلام طالبوا انه نلغي من الاستعراض كم حركة، يعني اللي هي الكاتة، هي حركات استعراضية مو قتالية. فاللي صار انه لغت بعض الحركات في الاستعراض مالتنا وراح نضطر نعيد الاستعراض من جديد، يعني نرتب الحركات. المهم شنو كنا نحكي. فلغوا حركات هواية، واليوم راح نحكي بالموضوع، اليوم راح نفتح الموضوع على التغييرات اللي صارت، وراح نحاول انه نضيف حركات، وان شاء الله راح نسوي الاستعراض، ان شاء الله الاستعراض راح ينجح، وان شاء الله راح يعجبكم. خليكم وتناقشنا بالموضوع
قررنا انه نلغى الحركات اللي رفوها الادارة ونقلل من مدة الاستعراض. وورا يومين كنا جاهزين للقاء الثاني ويا الادارة التنفيذية بعد ما جهزوا الاستيج وبعد ما غيرنا من الحركات الاستعراض. هلا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كله بخير. اليوم راح نسوي تحضيرات من صدق، راح نسوي تغييرات، اضافات، الاشياء اللي راح نشيلها، الاشياء راح نضيفها، وراح نلتقي بالمسؤول مال المهرجان. والله كريم. بس المهم خلصناها البروفا، اجى مسؤول مال المهرجان شاف البروفا عجبته، اتفق ويانا ان شاء الله يوم السبت، ان شاء الله يوم 24 بالشهر تدرون على السبت تبدي الفعاليه مال مهرجان السلام، والبروفا مالتنا راح نبدي ان شاء الله. يا اما احنا راح نصير اول الناس بالمهرجان، يا اما راح نصير بالاخير.